لتحليل الوضع معنا من غزة أيضا السيد أسعد جودة، عضو الهيئة الوطنية لمسيرات العودة. سيد أسعد، هل الطائرات الورقية سبب ما يحدث الآن من إسرائيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نستطيع القول أن المسيرة المظفرة المباركة التي انطلقت في 30 من مارس اليوم هي أصلب وأشد عودا في جمعتها 17. لن تمر المؤامرة على حقوق اللاجئين. هذه المسيرة الحقيقة أنها وضعت هذا العدو في مأزق كبير. هذه المسيرة هي خيار سلمي، خيار شعبي، خيار حقوقي مجمع عليها من الكل الفلسطيني، أدواتها سلمية، وبالتالي هذا النوع من الأسلوب النضالي هذا جديد بالنسبة للعدو. العدو يريد أن يسرح ويمرح ويستخدم السلاح ويتقبل معادلة الصواريخ وما إلى ذلك. هذا الخيار الذي ابتدعه الشعب الفلسطيني وضع هذا العدو في مأزق كبير، لأنه كشف هذه الصورة المزيفة، صورة الضحية، صورة الأكذوبة، صورة الدولة المحاطة بوحوش بشرية. اليوم هي جيش مدجج بالسلاح يقتل أطفال ويقتل سلميين ويقتل متظاهرين فقط يريدوا الانعتاق من هذا الاحتلال والعودة والكرامة والحرية لشعب مظلوم محاصر على مدى 12 عاما. أنا أعتقد موضوع الطائرات هي أيضا ليست طائرات، هي أطباق طائرة. هذا العدو منذ البداية يحاول جر هذه المسيرة إلى العسكرة، يريدها عسكرية، لأنه حينما تكون عسكرية يمعن في القتل، ويمعن في القتل وهي سلمية، فكيف إذا كانت عسكرية ومباشرة؟ وبالتالي هو يريد تهويل ومبالغة في هذا الموضوع، لأن يجد هناك يعني إجماع صهيوني داخلي ويجد تأييد دولي بأن ما يجري على الأرض هو ليس مسيرة سلمية كما يروجون، كما نروج يعني كما يتهمنا بأننا نروج، وبالتالي هي لحرف البوصلة عن أهداف المسيرة العظيمة وجر المجتمع الفلسطيني إلى إما أن يكون هناك شبح حرب أو إيقاف هذه المسيرة برمته. هو يتحدث عن الأطباق الطائرة أو البالونات ويريد وقف المسيرة بالكلية. هذه المسيرة التي تتصاعد وتكبر وتنمو يعني تنتقل إلى أبعاد أخرى، إلى أحيانا تصعد وتكبر في الضفة الغربية وأحيانا في فلسطين 48 وفي الداخل في القدس. بالتالي هذا التهويل وهذه عملية خلط الأوراق العسكرية اليوم واستهداف مواقع الرصد وما إلى ذلك، كل هذه رسائل رعب وجيش إلكتروني يعمل على أن هناك حرب، وبالتالي يبدأ التوتر. ولكن بالفعل سيد أسعد، هناك تهديدات وتصريحات رسمية من جيش الاحتلال بأن هناك ردود قاسية، وهناك اجتماعات على المستوى الأمني والاستخباراتي تتم الآن تمهيدا لما سيحدث في الساعات القادمة. نحن يعني لا نقلل من ما يحصل على الأرض. ما يحصل على الأرض خطير جدا، يعني هناك تصعيد إسرائيلي قد ينتهي بحرب شاملة. نحن لا نقلل من ما يجري على الأرض، لكن نحن نقول من خلال رصدنا ومتابعتنا وتحليلنا وتقييمنا للأمور أن العدو الإسرائيلي اليوم هو يريد كما ذكرت، يريد خلط الأوراق، يريد رسائل رعب، يريد تخويف، يريد هذه المسيرة برمتها أن تصبح مثار جدل. يعني هو يعني يتحدث عن أن هذه المسيرة يعني يريد من هذه المسيرة التوقف، يريد من هذه المسيرة من خلال التصعيد الإعلامي ومن خلال الصورة التي ينقلها للغرب ومن خلال تعبئة المجتمع الإسرائيلي أن الحرائق. أنا أعتقد هذا العملية مبالغ فيها إلى أكبر حد ممكن. الشعب الفلسطيني نعم يستخدم، الشبان الفلسطيني يستخدمون الأطباق الطائرة والبالونات، لكن هذه ليست بهذا الدرجة من الفاعلية كما يدعي. هذه عبارة عن أشياء تعبير عن احتقان وتنفيس عن الظلم الذي يقع على هؤلاء الشبان. أما المبالغة في هذا الموضوع هو من العجز وليس من القوة. الإسرائيلي يملك السلاح ويملك الأرض ويملك الجو ويملك ترسانة عسكرية تهدد كيانات عظمى وليست تهدد. إن هذا أكبر فضيحة للجيش الإسرائيلي المدجج الذي يتكلم عن شعب أعزل محاصر مجوع ويتكلم عن طائرات وأهداف. هذه خيبة، هذا وصمة عار على هذا الكيان وعلى المجتمع الدولي الذي لا يستطيع لجم هذا الكيان. وبالتالي
نحن الشعب الفلسطيني يعني لم نخوف، وبالتالي هذه الرسائل أعتقد هو ما خاض 3 مرات عمليات عسكرية واسعة واستمرت لشهور، وبالتالي كانت النتيجة أنه قتل أطفال وهدم بيوت ولم يصل إلى أي نتيجة عسكرية، إلى نتيجة حسم لهذا الموضوع. الشعب الفلسطيني لم يعد يخشى هذا التهديد والوعيد، الشعب الفلسطيني اليوم موحد على أن هذه المسيرة وهذه المقاومة التي تحمل المسيرة هي حق للشعب الفلسطيني لطالما أنه يزح تحت الاحتلال. نحن نقول بوضوح هذه المسيرة مستمرة، هذا العدو مرتبك قلق، هذا العدو يحاول يرسل رسائل تنفيذ داخلية للمشاكل الداخلية تعيشها على حساب الشعب الفلسطيني، هو يقتل هو يجرح هو يقنص، ولكننا نقول بوضوح كل ما يجري وكل ما يرتب له من تخويف ومن رسائل رعب، الشعب الفلسطيني بإذن الله قادر على امتصاص هذه الضربة، وحتى أن المقاومة يعني لحتى هذه اللحظة تمتص ما يجري ولم توجه إلا يعني بعد دراسة واعية ما سيجري، وأعتقد أن الأمم المتحدة على الخط والمصريين على الخط وكل الأطراف تسعى بكل جهد إلى يعني وقف حمام الدم الذي يتوعد به الإسرائيليين. نحن على يقين بأن الأمور يعني نحن هذا قدرنا هذا واقعنا، علينا أن نتحمل ولكن أن ندير معركتنا بأقل الخسائر وبأعلى درجات ضبط النفس وبالهدوء، ولكن المقاومة حددت خيار واضح أن هذا الشعب الفلسطيني سيدافع عن وطنه وعن أهله بلحمه وشحمه ودمه، ومهما طالت المعركة الشعب الفلسطيني على حق وسينتصر بإذن الله. سيد أسعد جودة عضو الهيئة الوطنية لمسيرة العودة كنت معنا من غزة، شكرا لك.